مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم إسراي، واليوم عندنا نور وعندنا فخر وشرف صراحة لي شخصيا ولقناة المجلس بأن نستقبل أمير قبيلة العوازم العم محمد فلاح بن عيد بن جامع. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا هلا. الله يسلمك إن شاء الله يا رب. الله. عم محمد، بداية عندك كلمة بتقولها؟ تكلم تفضل. الله يسلمك، لان احنا شنو الوقت راح يكون يعني جدا ضيق، وصراحه بالود ان تكون اكثر من حلقه واكثر من ساعه، لكن احنا ان شاء الله في الساعه هذه او اقل شوي بنحاول ان ناخذ موجز وملخص من حياتك. حياك الله ان شاء الله، وانا مصغر لما تقول ان شاء الله. الله يسلمك. بدايه ودك نعرف حياتك، مرحله البدايه، يعني مرحله الشباب، مرحله الدراسه، المرحلة الأولى هذه، إيش تذكر منها؟ أنا بالنسبة لي كنت طال عمرك مواليد الرأس. نعم، رأس السالمية. الرأس والسالمية. نعم. قرب الجفة. نعم. وكنت في ذلك الوقت عند عماني، كان واحد من عماني رحمة الله عليه كنا مسيرين. نعم. عليه، وكان هذا الرجل وهو من مرافقين الشيخ مبارك الحمد رحمة الله. نعم. عليه. كان في الجفة. لكن الحياة بداية الشباب أنا كنت في البادية هم والدي. نعم. ولما أنزل إلى البلد ولما أدرس دراسة. نعم. يعني في ذلك الوقت قضيت وإنما كنت في... نعم. موجودا إلى جانب والدي رحمة الله. نعم. عليه الله يرحمه، وكانت في البادية وعن طريق البادية. نعم. ومواقف البادية وهكذا يعني. نعم. تعلمت المواقف أو الرجولة أو من أكيد. هذا أكيد. من والدي أكيد. رحمة الله. الله يرحمه. أكيد. وتأثرت جدا في الموالد الله يرحمه. نعم. تأثرت جدا، اكتسبت منه أمور كثيرة وتأثرت فيه. اي كسبت. نعم. طبعا. نعم. لأن الرجل يعني كان رجل يعني معاصن الأمور. نعم. وكان رجل يعني زيزوم قوم يعني زعيم قوم، وكان أكيد. يعني رجل معروف. أكيد. إلى مواقف مع الحكام ولا مواقف طبعا مع القبيلة ومع القبائل الأخرى. نعم. في التاريخ فأنا اقتبس منه بعض أفكاره رحمة الله عليه، إلى أن جاء طال عمرك في آخر الستينات. نعم. عندما حسيت ان البدايه بدات تنغرض، القبيليه هذه الباديه بدات تنغرض، وحسيت ان الوضع يعني ليس كما كان يعني متوقع. نعم. سابقا لان تغيرت الاوضاع ونزلت الناس الى المدن. نعم. وبعد ان طلعت النفط وبعد ان خرطت. نعم. الناس الى الحضاره، تحولت ودخلت الجيش الكويتي. نعم. هذا كان في سنه 68. دخلت الجيش الكويتي في 16/5/67. ما شاء الله. وبعد شهرين من المعركة دخول الجيش. إيه؟ وأنا في مدة التدريب حصلت نكسة 5 حزيرة اللي هي في مصر. اللي في مصر. إيه اللي كانت مع اللي وخذت منها القدس وسينا في ذلك الوقت. فحجزنا تقريبا ما يقرب من 6 أشهر، وبعد ما تخرجنا في شهر 1 ودونا. نعم. إلى مصر في ذلك الوقت. نعم. إيش تذكر عاد هناك الأجواء هناك شون كانت؟ نعم. شون كانت الأجواء والظروف هناك؟ في مصر. في مصر وفي الحرب. وصلنا مصر طال عمرك في هذا بعد الهزيمة مباشرة. نعم. وبعد طال عمرك في 68. في بداية إنشاء الجيش المصري، كان في ذلك الوقت بعد إن استغال جمال عبد الناصر. نعم. وعاد مرة أخرى بدأ يعد العدة لحرب أخرى. وكان مثل ما تقول هذا قناة السويس مقسومة ما بين الجيش المصري. ايه؟ والجيش الإسرائيلي. وبينهم على في البحر السويس هذه. نعم. الأمم المتحدة السفن وهكذا. وعندما وصلنا إلى مصر في 68 كانت القوات المصرية. نعم. في بداية عهد جديد، وكانت جاءت صواريخ من روسيا، وكانت تبني ذاك الحين قواعد صواريخ للطائرات الإسرائيلية. نعم. في ذلك الوقت، وقد دخلنا إلى قناة السويس. نعم. وكنا عند بحيرة التمساح في ذلك الوقت. نعم. وعند جزيرة الفرسان في ذلك الوقت، وقيادتنا في دهشوك. نعم. فهذا عمي عايشته وكله شفته وشاركت فيه. شاركنا. نعم. في هذا هذه. نعم. وكانت هذا المدن المصريه. نعم. الاسماعيليه. نعم. والسويس. نعم. وكذا مخلوه من. نعم. سكانها. اكيد. وعمي في حادثه بعد ثانيه مهمه حدثت بالكويت وشاركت فيها، اللي هي حادثه الصامته المعروفه اللي كانت سنه 73، وكنت مشارك فيها. هذه بالنسبه لهذه المعركه. نعم. الحرس هذا. نعم. مع العراق. نعم. هذه مع العراق. هذه مع العراق. حصلت يمكن مع مرتين، مرة في 68. نعم. على بار الرتقة. والمرة الثانية في 73/20. نعم. 73. هذه كانت شديدة وماتوا بعد من كويتين قتل فيها. ضابط قتل فيها. واحد ضابط إسهالي. نعم.
وقتل قثيث زعل ابو خالد زعل اللي كان الضابط اللي كان في الحرس الوطني وتقاعد في الاخير قتل هذا وكان في ذلك الوقت يعني قتل هذا الاثنين واخذ شرطي اظن السلكي اظن واخذ السير والباجين اللي صوبوا لكن لم تحصل معركة إنما كان هناك طواري وانحلت بعد وقت إن شاء الله برد الله سبحانه وتعالى وسهل الله الأمور في هذا الوقت اللي هو 20 يعني تقريبا 73 المقتول هو ضابط سهلي وغثيث زعل أبو زعل زعل غثيث زعل ذكرت هذا اللي استشهدوا ولده اللي هو خالد زعل اللي كان في العصر هذيل. يعني ما شاء الله عم ابو محمد يعني شاركت بالبدايه دخلت في الجيش وشاركت مصر وشاركت في معارك يعني بالكويت او حوادث بالكويت اذكر انه يوم جينا الصبح الاجازه وكان في طواري اي وكان لقطنا كان الله يرحمه اللي في المعركه ذاك الوقت كان امرلو عبد الله عايض مليحان العازمي وكان منكسر في ذلك الوقت وكان مستلم محله المقدم غازي عراده عتيبي. نعم. وعندما جينا قالوا يلا على الخط الاول سيده احنا تونا جاي من الاجازه الساعه 6 توك فركبنا ورحنا على اساس انه رايحين وين؟ لا هذا للصامته. اي للصامته. ومن العجيب والغريب شنو؟ انه احنا ماشيين ان الصامته كانت حدود العراق دونها. من دونها ومن الغريب والعجيب انه احنا ماشيين رايحين للصامته المركز الكويتي لقينا لنا جيش احنا ماشيين على الطريق فقال لنا هذا وين الصامته وقال يابا هذا الصامته جده وهم عراقيين لكن لم يعترضونا بشيء واحنا وصلنا الى ذاك الوقت حسبنا اللي وسعت الحمد لله ما قلنا الحمد لله يمكن يعني هذه الامور يعني تكررت في السابق وايد وانتهت طبعا بالغزو الله لا يعيده سالفه العراق والحدود والكويت جزء ما جزء انا خدمت عسكريه ما اقرب من تقريبا من 67 الى 90 الى 90 الى الى وقت الغزو يعني. الى الى وقت الغزو ما شاء الله يعني الحمد لله وبعدها انتخبت مثل ما تقول في المجلس الوطني وتركت العسكريه وفقط يعني عن ابو محمد في سنه 90 شاركت في المجلس الوطني طبعا ونجحت فيه وطبعا ما طول هذا المجلس يعني شاركنا في المجلس الوطني مثل ما يقول رأى المثل بعد ان حسينا في الخطورة رغم عدم قناعتنا والأمور دائما تحصل الأمور بس عفوا لو ما شنو عدم قناعتنا في شنو عدم قناعتك لأن الكويت فيها دستور الكويت فيها دستور معروف عند الشعب الكويتي ومعروف عند الحكومة أكيد لكن المجلس الوطني هو مجلس يعني نوع مجلس استشاري أجيب مثل الظروف معينة عندما حس سمو الأمير رحمه الله في الخطورة في ذاك الوقت حل المجلس في 86 مجلس الأمة أي بعد أن حصل ناس الموالي لإيران ناس الموالي للعراق وحصل تفجيرات في الكويت وحصل مشاكل إلى أن الوضع لابد من حل فهو الرجل طلع وكنت قد هذا إجراء وأنا كنت عسكري من ذلك الوقت ولكن بعدين عرفت أن الأمور يعني لابد وكانوا مع العوازم عارضين لهذا الشيء وقد جاني ناس منهم وقالوا محمد لماذا تنزل أنا معارضين وجود مجلس الوطني معارضين المجلس الوطني وانتهاء مجلس الأمة معارضين المجلس الوطني وخوف أنه ما عاد يجي مجلس الأمة ذلك الوقت لكن قلت أنا يعني الأفضل يعني نترك الأمور على ما عليه ولا ننزل فنزلنا لهذا السبب هذه حكمة وانت كررتها ما شاء الله اي نعم ونزلنا على اساس انه لهذا السبب نزلنا على اساس وهذا الامور في وقت واحد لكن كان الكويت مهدد قد كان صدام في ذلك الوقت قد اعلن في شهر 4 الكويت سرقت النفط الكويت كذا اللهم اني قد بلغت قطع الارزاق ولا قطع الاعناق وقد كان في ما نجحنا ما يقرب تقريبا في 10/6 نعم وفتح الترشيح فيها 10/5 انتخبنا 10/6 ايه؟ بعد ما نجحنا شهرين جلسنا تقريبا ما يغرب من عقب 10 أيام و 5 أيام وانتخبنا الرئيس نائب الرئيس طلعنا بحلوة 5 أيام جلسنا الجلسة الثانية 2/8 أخذنا العراق صار الله زول الحرب ولا قوة أصبح المجلس لا وجود له أكيد وبعد التحرير عقب ما أخذ العراق بعد عودة الشعب الكويتي إلى الكويت في شهر 5 أو شهر 7 أو شهر 6 ما بين شهر 5 وشهر 7
كانت الحكومة قد قطعت على 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 نفسها أنها ستعيد مجلس الأمة وأعلنت انتخابات في 12، وكان المجلس هذا يعتبر في حساب المنتهي. نعم. زين وعن أبو محمد أنا برجع حق الغزو، لكن يعني أول مجلس أمة بعد الغزو ما فكرت إنك تنزل مرة ثانية ترشح نفسك، ولا شفت بأن القبيلة هي أولى بأنك تشوف أمورها؟ فكرت إني أنزل بس ما حصل لي قسم. نعم. وكان نجح فيها اثنين من أبناء القبيلة في ذاك الحين كان في فرعي، وفي النتيجة طال عمرك إنهم نزلوا ولا ساعدهم الحق. أي ولم تكررها، يعني أقصد إن حتى ما فكرت إن تكررها خلاص. نعم. يعني وما فكرت إنك تكرر نزولك مرة ثانية. لا لا. نعم. لا عندما الإنسان يحسب نفسه مع ناسه وعلى كلمة. نعم. معينة. لا بد أنه يطلع عمره. حتى أنا جاري أحد أبناء القبيلة اللي جحه وقال له كان لكم هو بلي وكان لك. نعم. إلا أني شكرت الرجل وقلت له لا خلصت هذا قبل. نعم. قبل يكون ما فيه فرعي والحين خلاص الحين استوت مثل ما يقولون. عم أبو محمد، فترة الغزو فترة جدا مهمة. مريد. وكان طبعا لك دور في مؤتمر جدة، فأكلمني عن فترة الغزو. أنا دورك فيها. بالنسبة في دور الغزو، أنا بالنسبة لي كنت بعد ما طلعنا من نية، طلعت في عدود يعني تقريبا بعد أسبوعين من الغزو. نعم. وعلى ما جينا هذا صرنا في المنطقة الشرقية. نعم. قدما نحن طال عمرك الأمير مشاري بن سعود جزاه الله خيرا أرض بيوت في بيوت القطيف. نعم. بيوت اسكان للاسكان تابعه للشرطه، ما قصروا او للداخليه. نعم. عطاني جزاه. نعم. الله خير في ذاك الوقت. وقد تطوعوا ابنائي، كانوا اربعه كلهم تطوعوا. نعم. مع التطوع. وكان اصغرهم سلطان عمره 16 الولد. نعم. المالي كان موجود هذا، وخدم طال عمرك في القوات الصاعقه. نعم ما شاء الله. وادخلهم مثل ما تقول لمده يعني تقريبا ما بين شهر الله اعلم شهر 9 او شهر 10 الى تقريبا الى دخل الكويت في 16/1 او بعد التحرير. نعم. الحمد لله بعد انحالت طلع مكة الامور. انا بالنسبه لي دعيت الى مؤتمر جدة. نعم. وجمعنا الامير جزاه الله خير. نعم. رحمه الله عليه السابق، وتكلمهم طال عمره كلهم الشعب الكويتي، وقطع على نفسه ذاك الوقت طلبهم في الحياه النيابيه، وقطع على نفسه ذلك الوقت انه تكون يعني ان شاء الله انه بعد لا عوده على الدستور والانتخابات ستعود وكذا، واتفقوا على هذا الرأي، طلعنا من مؤتمر جدة على هذا الأساس. نعم. أيه. فهذه يعني كانت فترة الغزو، بعدها الحمد لله الله يعني الآن عدنا من الكويت بعدها وفاة الرجل بعد وكان. أيضا بعد عم أبو محمد لك ذكريات ولك طبعا مواقف مع الشيخ جابر الله يرحمه ويغفر له يا رب. كان لي دخلات مع الشيخ سعد رحمة الله. نعم. عليه. نعم. والشيخ سعد وكان أيضاً. يزورنا في كل. نعم. رمضان. وكان لي طلب لي الأمير الله يرحمه. نعم. له جابر. نعم الله يرحمه. بعد الغزو مباشرة. نعم. وأنا صراحة يعني في ذلك الوقت يعني الوضع صراحة يعني كان محرج له ولي أنا. ليش؟ بالنسبة للشعب الكويتي توه عايد من غزو، وكان نص. نعم. الشعب الكويتي أبناه توه مأخوذين. نعم. وعلى وجيهم، والوثائق الكويتية شبه معدومة. نعم. دفتر السيارة الجنسية. نعم. ما شبه ذلك. أكيد. يعني حتى جداول الانتخابات ممكن انها بعد بيبسلي في ذلك الوقت، كل شيء راح بذاك الوقت، ديرة راحت. اي وطلبني الله يرحمه ويجزاه خير في قصر بيان. نعم الله يرحمه. عندما قابلته قال لي بالحرف الواحد، انا كانت معتي مع ابن حلال، السلام عليكم والسلام. احنا قابلناه. نعم. قبل الغزو وقابلناه مع القبائل اللي مر القبائل اللي في ذلك الوقت، وانت ترأست الوفد. نعم. ايوه. نعم. وعلمنا بمواقفنا في ذلك الوقت. نعم. وقلنا له اللي بيننا من الله، قلنا للشعب الكويتي يبي طال عمرك الديمقراطيه يبي انتخابات. نعم. اما اذا عودت للمواقف، مواقفنا مواقف الاباء والاجداد. نعم بالتاكيد. وخذ راينا في ذلك الوقت، لكن عقب ما عرف مواقفنا مع. نعم. عندنا كنا والرشائد الداخلي في يوم واحد والعجمان وافق على هذا الشيء. نعم. نعم. لكن انا بعد ما طلبني بعد الغزو قال ايش رايك في الانتخابات الوقت الحالي؟ نعم. والرجل الأمير جابر رحمة الله عليه هو. نعم. رجل حكيم. أكيد. يعني هو رجل حكيم. نعم. ويحس في ما لا يحس فيه الثاني. نعم. فقلت له والله يا طول العمر أنتم قطعتوا عن أنفسكم الشيء هذا. نعم. أنا ما أعرف شو اللي حاصل بالضبط. الناس الآن بعضهم عيالهم على وجيههم ثلاثة راحوا. نعم. وما لا ثلاثة راحوا. نعم. وبعضهم مثلا جنسية ما عنده، دفتر هذا سيارة ما فيه، احنا لا تونا عادي. يعني هل يعني مثلا انت يعني انت قطعت نفسك وعد،
هل يعني مثلا يعني الأمور ماشية في هذه الحالة يعني؟ أنا قلت لك السؤال هذا رحمة الله عليه. فقال نحن نعرف اللي تعرف هذا ونحس بضرر الناس ونعرف كذا. لكن لما نخر الأمور أكثر من اللازم لازم الناس يصير عندها رد فعل آخر. إحنا ما نبي دوخة الرأس، إحنا نبي طلع مك الناس تدخل، اللي موجود يصوت واللي مو موجود ما لنا شغل فيه. سوى انتخابات رحمة الله عليه أخذ رأيه وسوى انتخابات. انتخابات مجلس الأمة. هذا مجلس الأمة في 2010 2000 وهذا 92. نعم 92 هذا كان أول مجلس. نعم. إيه والشيخ جابر الله يرحمه يغفر له يعني وفى بوعده بأن بعد التحرير راح ترجع خلاص المجلس الأمة راح يرجع مرة ثانية والأمور راح تاخذ مجراها. وهذا الذي حدث. في مؤتمر جدة هذا الكلام. نعم وهذا الذي حدث. وهذا اللي خلاه يعني يسرع بالموضوع. نعم. يسرع بالموضوع. وكانت هناك حملة شعوة على المجلس الوطني وكذا كذا وهذا وانه فيهم وانه مجلس انه وانه 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 لكن هذه الناس طبيعتها الشكل صعب ارضاء الكل عم ابو محمد يعني ارضاء الناس غاية جدا صعبة ولا يمكن أي نعم صح تحصل او تتحقق اكيد وبعدين حنا في ذاك الوقت حتى من ضمن المجلس الوطني يذكروا كلهم حيينا لا نصف اعضاء مجلس الوطني في احد منهم كنا وافقنا المواطنين على 25,000 عند محضرهم في الندوات ذاك شني 25,000 شني 5,000 هذا مجاني ولا لا 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 وآخر شيء هذا 5,000 حنا وافقنا هم يبون 25,000 مالينهم آخرها لا شيء آخرها صار الغزو كلام مجرد كلام لا أكثر ولا أقل لا بيوصلوا للنتيجة والنتيجة لا شيء كله كلام حشو لا أكثر ولا أقل نعم لكن الشو عادت مرة ثانية الديمقراطية وإحنا عن أبو محمد بعد الفاصل بنتكلم عن مواقف لك أيضا إن شاء الله بعد الفاصل أبو محمد قبيلة العوازم الكريمة لها مواقف كثيرة وأنت لك موقف جميل والقبيلة بشكل كبير سنة 88 يوم خفضت المهور سالفة المهر هو الحين رد مرة ثانية صار بارتفع لا بالنسبة للعوازم ما ارتفع هذا هو نعم العوازم ما ارتفع المهور عنده لكن هذه كانت مبادرة حلوة يعني خصوصا الحين عن أبو محمد الشباب يشتكون يعني يبي يتزوجون لكن سالفة المهور المرتفعة والقاعدة يطلبونها يعني كل الكويت فيعني هذه بنحتاج موقف آخر مرة ثانية لها ولا ايش رأيك وهذه المهور هي نوع من الاستنزاف هذا هو فلو تبعنا السنة المحمدية نعم. عليه الصلاة والسلام تبعنا إلى الإسلام فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جوزوهم وعينهم على أرزاقهم نعم اجتمعنا في ذلك الوقت نعم. قلنا 4,000 والباقي بلا شيء نعم فات الناس لك حيث صايح إلا ما يصير إلا أنتم نزلتم مهور إلا شنو فالنهاية سبحان الله العظيم يسرها الله واتفقت القبيلة على هذا الرأي نعم. وأصبحنا على هذا الطريقة مشينا نعم. والحكومة جزاها الله خير من 2000 وصلت 4 ومن 4 وصلت 6 نعم. الآن أصبحت 6 الحمد لله ولا أنطلع بك العانية بعد هم انقطعت اللي هي نعم. العانية اللي ادفع 20 و50 نعم. وهذا تعطيك 20 ويديك 200 نعم. أنا مثل عندي 10 عيال وانت عندك نعم. ولد نعم. عطتني 20 دينار العانية وهذا وسلفت لي 200 دينار كل شوي جايني أبو محمد ولدي معلس عطتك 20 هم هذه استنزاف مالي استنزاف نعم بالأخير الحمد لله أصبحت العانية مقطوعة والمهور مضبوطة وكان أصبح عندك الشنوة الآن اللي هو حفلة أو شهر زواجك نعم. اللي هي صالة وفضل الله كرمه قبل إيه. كانوا شنو جيب لك خيمة ولا بيت شعر ب 70 دينار 750 دينار ويحطها قدامك أول ما يجيك أشحن الغاز وجيب الخضرة وجيب الخبز وجيب الراجل ماكو يا عمي الحين العرس قام يكلف بمئات الآلاف دنانير الحمد لله الآن يعني مثل ما تصبح يعني الآن أصبح سهل نعم. كل واحد يقدر يزوج لده نعم. واللي هي مثل ما تقول اللي هي هذه مبادرة اللي هي أشهار العرس وهذا نعم. ممكن يسوي لها مثل 500 شخص 800 شخص يسويها قرب 1500 شخص بيض الله وجهك لا تطلبني ولا أطلبك نعم. أجل أبغى أسوي مشي شيء عادي. لا والله وسهلت على القبيلة وسهلت يعني حتى صار هذا الحين منتشر ب. الحمد لله مش ملاعن الحين كلهم سهل الله. الحمد لله يا رب. وأيضا بعد عن أبو محمد لكم موقف بعد كريم في الجاهيات اللي تسهلون وفي يعني اللي تساعد فيها طبعا. شني؟ الجاهيات. الجاهيات أنا نعم. فيها أشياء مشي فيها نعم. وهي أشياء مشي فيها. نعم. الجاهيات أولدي فيها نوع من الظلم. نعم. وفيها نوع من الحق. احنا طبعا ما نبي الظلم احنا نبي اقول لك يعني نعم جاهيات الناس يعني نعم.
قبل تجي الناس مع الناس الأشياء معينة. أمير القبيلة يجونها الناس المخطي والمجدي، دورك المخطي والمجدي والعدو والصديق. نعم. وهو يجب أن يكون عادل بين الاثنين. بالتأكيد. يجب أن يعدل. أنا من جاك دور جاهك لازم تقوم معه. لكن مثلا يجيك واحد خطرة. نعم. الله سبحانه وتعالى مره واخطر وذبح الإنسان الثاني. قدر. أو دعم وصار عليه السالفة هذه. أو مثل ما تقول يعني في مشكلة بينه وبين ابن عمه على شيء بسيط وهذا كلام أو كذا. نعم. أطقه ما بين جماعة وجماعة بدون يعني هاوشة وحصلت وكذا. هذه طال عمرك يعني الآن فيها مجال يقدر الإنسان يسويها. في مجال نعم. لا معك. وأحيانا يروح الحب مع أنها قلت يعني. نعم. مع أنها قلت لكن لا زال الناس متمسكين بهذا الشيء. نعم هي موجودة. الواحد يبي المساعدة يبي الخير خصوصا من أمير القبيلة المساعدة. موجودة هي موجودة. ممتاز. وبعد من أعمالكم كثيرة عم أبو محمد، وعندكم بعد إشهار مبرة العوازم. إيه هذه مبرة العوازم. نعم. مبرة العوازم هذه فكرة جميلة. هذه حطيناها طال عمرك، هذه اتفقنا عليها على أساس أنها تكون شيء. نعم. تكون للبر والتقوى. ممتاز. فأنت طبعا عندما تأتي طال عمرك مثلا الإنسان. نعم. البر هذا يعني مثل ما تقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع له من ثلاث. نعم. ومن ضمن صدقة جارية. نعم. هذه تعتبر صدقة جارية. لكن العالم مثل ما تقول يعني قال لا، فهذه اتفقنا على أن تكون مبرة للبر والتقوى، وتعينت هذه البرة قبل 3 سنوات. نعم صح. ومشينا فيها وحطينا فيها من رواتبنا بعد ما يقول، وحط بعض الأبناء فيها، واتمنى أن يكون القبيلة اللي حطوا فيها. نعم. لأن هذه البر والتقوى. أنت ما أنت بحطها تبي بيب جمعية الدولة أرباح منها. لا لا. أنت تدور الجنة. مبرة خيرية. تدور مبرة الله. نعم. سبحانه وتعالى ورحمتك عند الله. ما تدور يجيني 10 دنانير 10% جمعية تعاونية أو دولة أرباح بنك أو كذا. أنت حطها مبرة. نعم. يجب أنك حطها وتحسب حساب أنها مبرة من حلالك وحطها مبرة. نعم. كلها أجر هذه حطيناها لشيء هذا. فمشت وياها طبعا ناس حطيناها فيها ناس يعني على مستوى طال عمرك العقل والحكمة. نعم. ومن ضمنهم 2 من رجال الدين. نعم. اللي هو الشيخ علي الكليب والشيخ صالح النامي. والنعم. وهذا الله رجال دين. أكيد. طبعا فيهم. عن الحرام والحلال. أي قامت في واجبها. الأمير تجزاها الله خير تبرع في بعض الشيء. نعم. ولي عهد تبرع بعض الشيء. رئيس الوزراء كذلك جزاها الله خير. مبرة خير. أيه. عمل خير. وجزاهم الله خير. اللهم اجعلها في حسنات. أكيد أكيد. لا وجزاكم الله خير بعد. يعني عمل جميل ومبرة حلوة ويعني. الحمد لله. وإحنا عم أبو محمد الكويت ديرت خير. الحمد لله. والكل يحب الخير. هي لا تودي للعمرة تودي للحج وتودي هذا والحمد لله. في ناس مهي قادرة. تبني المساجد تسوي تسوي. الله كريم. أسأل الله يأجركم يا رب. فالمهام عمي والأعمال كثيرة تكون على أمير القبيلة، يعني في جهد عليك، في عمل كثير تسويه. هو أمير القبيلة. نعم. يعني كانت هذا الأمارة اتخذت في الجاهلية. نعم. وفي وقت طال عمرك كان هو الأمر الناهي. نعم. وفي السابق. نعم. كان يعني الأمير هو الحكم، هو اللي مثلا يعاهد على الحرب، عندما يبقى الحاكم مثل يحارب ينحر الأمير نبي من. نعم. كم رجل نبي نغزي المكان الفلاني وكذا. نعم. وكان في ذلك الوقت مثلا فيه مثل الأمير القبيلة مثل ما تقول عندما يجوا يتقاسمون عنده ناس من القبيلة وكذا، وهو بنفسه يعين الناس أصحاب بخت وحظ. نعم. ويحكم فيها خطأ ولا صواب عاد باللي تأكيد. وعندما تكون مثلا ما بين قبيلة وقبيلة هو الأمر الناهي. نعم. إلا أنه بعد حكم الشيخ مبارك. نعم. الصباح رحمة. نعم. الله عليه. الله وعبد العزيز بن سعود شبه انعدمت هذا الشيء. نعم. إلا في أشياء معينة. نعم. أشياء معينة، والأشياء المعينة هي طال عمرك لا زالت موجودة في هذا تأكيد. الوقت. فالأمير القبيلة يزعل ويرضي. نعم. ويأخذ ويعطي ويأمر، والناس تنظر لك، أنت تنظر إلى كوالد للقبيلة. نعم. وتنظر أنك تشتغل لمصلحة الدولة أو لمصلحة بلد أو لمصلحة قبيلة. نعم. أنها تنظر لمصلحتنا الخاصة. نعم. فطبعا أغلبية الناس ما عجبها الكلام. نعم. هذا بهذا ضروري نوضح، يعني أنا سألتك هذا السؤال لأن المشاهدين الحين يطلعون في جهال صغار وفي كبار، في فضروري أن يفهمون شنو مسمى أمير القبيلة، وأنت وضحته بكلامك. أيه. هو لما يكون مثل يطلع لك واحد يقول لك الحين أنا سمعت في حدا مقابلات. نعم. يقول أمير القبيلة
وكان في وقت الأزمة وكذا أمير القبيلة ما له شغل في السياسة يقوله. السياسة هي الجميع. ولا يعني هذا كلامه هو. نعم. أمير القبيلة دوره اجتماعي. نحن نحترم أمير القبيلة نقدر أمير دوره اجتماعي. هو طبعا جزاه الله خير هذا راعي صاحب الكلام هذا. نعم. هو مو بعرف القبيلة أصلا مو بعرف القبيلة شنو. وصل لمستوى يعني ما كان مفروض يوصله وحد وين وصله هو. نعم. طلع بك اجتهاد شخصي. نعم. لكن ما فكر أبدأ. لو تسأل هذا الرجل تقول له تعال قبل. نعم. أمير القبيلة من يغزي من يغزي بالقبيلة من اللي يأمرهم من اللي ينام من اللي يروح للحكام. نعم. إذا صار عليهم أحد مسجون من اللي يروح لسوالف هذا هل هو أنت مثل الشخص هذا ولا دور اجتماعي؟ لا دور اجتماعي يروح الجاهية مرة يروح الجاهية عادي دور اجتماعي هذا دور طلع لك عادي. نعم. للناس أي واحد يكون. نعم. تفكيره هو أنه يعني إحنا عارفين أشياء وأن أنت مو عارف شيء طلعت لك يومين والثالث شالوك الناس ما تعرف الدور السياسي الدور العادي لكن نقول أمير القبيلة موقف سياسي أي كانت النتيجة بالتأكيد وأي كانت النتيجة حتى في الطوالي يوم مزوة قاسم ويوم كذا لا تجيك الحكومة تقول يلا يا ولد احنا نبي عتك هذا نبي رياجيل نبي عدد نبي 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 هذه هي السياسة يعني. نعم. ما راح يطلع منك هذا يقول تعال أنت يا ولد هو غير معروف هذا الرجل. نعم. معروف عن طريق صناديق الانتخاب ولا معروف بس هذا لا أكثر ولا كلامك سليم عمي بالعكس واحنا هذا هو مجال واحد هو سياسي لا هو يعني اجتماعي هو اقتصادي عن دور القبيلة. نعم. أمير القبيلة أمير القبيلة دورة سياسي بالتأكيد أمير دورة سياسي. نعم. أي كانت النتيجة وهي حكمة في السياسة هي الحكمة في السياسة. نعم. وعنده دور في ذمة قبيلة. نعم. وفي ذمة وطن بالتأكيد يهاجم إنه يشوف الطريق اللي يمشي عليه بعدين هو كانت مسموعة أي كانت النتيجة بمقبول قلبك بالتأكيد, أي بالتأكيد. يعني. ولكم مواقف كثيرة يعني أهم موقف اللي حدث طبعا في سنة 2013 القضية المعروفة اللي صارت قضية الصوت الواحد وشلون كان دورك فيه وأنكم أنتوا يعني أيدتوا وأنكم أنتوا وقفتوا وقفة فعلا قبيلة كريمة هذه يا أبوك اللي هي اللي حصلت. نعم. اللي هي هذا رد على سؤالك اللي حصلت في عام 2012 نعم. هي دائما كل إنسان له خطأ. نعم. وكل إنسان ينظر للأمور بعقليته والحاكم مهما تكون الأمور إذا كان مو بظالم. نعم. يجب طاعته هي كانت النتيجة يجب طاعته بس عبي يوم صار لكن لما صدر الحكم. نعم. صدر الحكم. نعم. صدر في مجلس من المحكمة الدستورية. نعم. وأيد الحكم اللي هو الصوت الواحد. نعم. قبلنا إن عرضنا الشيء وهذا ورجعنا الحكم رجعنا الحكم أكيد لكن ما كان هدف سياسي إنه مثلا ضد الدولة أبداً. ضد يعني لا أبداً. ناس معينين أبداً. ولا لا وهذا بين بالاحتفالية واستقبال وحتى في سمو الأمير. الوقت اللي كانت فيه الناس معارضة. نعم. امتنعنا عن المظاهرات وامتنعنا عن هذا تأكيد. عن طق الشرطة. نعم. وامتنعنا. نعم. عن طال عمرك اختراق المجلس وامتنعنا عن لكن هذه كل الأشياء تعتبر تمرد على القانون تعتبر تمرد على القانون اعترض لكن بعد انعادة هذا. نعم. الآن مثل ما بعد انعادة المحكمة. نعم. ويدت هذا الموضوع الآن المجلس 24. نعم. فيها أحد قدم اقتراح يطلب تعديل الصوت ما أنا شايف أحد قدم اقتراح مع أنه يعني يوم الأمير طرح الموضوع للمجلس ومعروف ابن آدم. نعم. معروف بن آدم معروف أنا نجحت بصوت واحد ما بيغير صوتي وما شاء الله من العوازم خمسة ما شاء الله فازوا ورايح يطرح منهم. نعم. أكثر. نعم. العوازم ربما يكون يطرح فيهم المرة الجاية يمكن يطرح فيهم سابعة إن شاء الله يمكن يصير يعني ما لا تبين شل يمنع يعني الصوت الواحد إذا كان نجح. الواحد إذا كان الواحد. نعم. صوت واحد. نعم. نجح طال عمرك هذا ناس طلع عندهم 3000 أو 4000 صوت نجحوا العوازم لا يقلون عن 100000. نعم. أنا بعد من كل واحد أرشح 4000 صوت 5000 صوت وبترك. نعم. حمية الجاهلية طرف حسب من مواليد كذا كذا إلى كذا. نعم. يعطى فلان ومن كذا كذا يعطى فلان بيطلع لي 7-8. نعم. خل هذا ياخذ 3000-4000 أنا راح يطلع لك لكن هذا هو الطريق الصحيح. لا بالعكس هذا هو الطريق هذا دور أمير القبيلة السياسي الحكيم اللي نحن طال عمرك نقول الكلام هذا. نعم. نقول الكلام هذا. نعم. نقول الكلام هذا معارضة. نعم. احنا تتوقعنا مع المعارضة على شنو؟ على معارضة الصوت الواحد. نعم فقط لكن اللي حصل خلاف اللي حصل. نعم.
ان المعارضه انزلت الى شنو؟ الى الحضيض. نعم معارضه طال عمرك اصبحت تقول طال عمرك اماره دستوريه، انت الطالب في صوت واحد والطالب طال عمرك حكومه منتخبه، انت الان يعني تقول لازم اماره دستوريه وحكومه منتخبه، صار تطرف. زين السؤال اللي يطرح نفسه، اول اشياء اللي يقبل فيها الانسان او ما يقبل. هل يعني لو ان الاسره الحاكمه مثلا لا سمح الله حصل ما حصل، هل يعني في احد من هذول الجماعه المعارضين يبي يسوون دستور ينتخبون يبي يجيبون شيء؟ اذا بتشيل صاحب الحكم تشيل صاحب الكرسي ما بتحطت محله، من اللي بيجي يسوي الشغله هذه؟ بعدين حكامنا مو مظلمات، صح حكامنا مو مظلمات، حكامنا عادلين. احنا في دوله بعدين ما معنا معهم خلاف عندنا من بيات السنين، هذول حكام صح نختلف معهم على اشياء كلها في مصلحه الدوله ونختلف الراي ونختلف في كل شيء، بس ما يجب ان نبين العداوه اكيد، ولا يجب ان نكون ناقف ضدهم اكيد، ولا يجب ان نحن هذا الناس المعارضه اذا تنظر لهم يعني هذا عدو يبي الكويت تصير باللي تخرب اللي فيها، هذا طال عمرك جاهل مغرر به يسمح بالمعارضه وما يدري شيء مثل ما قلت، وهذا طال عمرك يتكسب الاصوات او مشاريع الخلي كلهم طال عمرك مصلحة. ما بني على باطل هو باطل، كلامك سليم جدا، ما بني على باطل سليم. هو باطل كلامك سليم. يعني انا لو انظر الان للناس اللي مثلا تسأل الناس هذول اللي يركضون الشباب اللي يركضونه، واحد طال عمرك مثلا يركض مع ناس ما يعرف عنهم شيء ولا يدري شنو اللي حصل، وبالتالي يجي طال عمرك قال عليك قيد امني، شو السبب؟ انت مسوي معارضه، انت ضد الحكم وتاثروا فيها يعني الشباب. الدوله تنظر لهم هل هذا الرجل غير صافي غير صافي مع الدوله؟ رجل طال عمرك وراجل طال عمرك شيلوا الحكومه، يعني الربيع العربي جاي، اي ربيع عربي يتكلمون عليه او اي كذا، يعني انت تنظر يعني خلوا يكون عقليين، يكون عقلانيين. هل يعني مثلا العازمي بيقبل حكم مطيري او المطيري بيقبل حكم العازمي او الحضري بيقبل حكم الدوي او الشيعي بيقبل حكم السني او كذا؟ هذا بلد لحكام، بلد لحكام ولقيادته من اكثر وماشيين عليها طال عمرك وعلى اكثر من 30 سنه، ما عندهم ظلم ماشيين على الطريقة. بالتأكيد عمي إن شاء الله بعد الفاصل راجعين إن شاء الله. حياك الله. الله يسلمك أبو محمد. وبعد طبعا ما رجعت خلاص المحكمة الدستورية قررت طبعا الصوت الواحد وما شاء الله يعني نزلوا قبيلة العوازم الكريمة وفزتوا بخمس مقاعد والحمد لله، يعني الأمور ماشية، يعني المقاطعة راحت وال أحمد الله هالأمور ماشية، هالبلد هدت، وهذا دور حلو. همنا الكويت يا وليدي. نعم همنا نعم. الكويت نعم. أن الكويت هدى بس نعم. لا أقر ولا أقر. بالنسبة للنواب المجلس موجود، واللي ما ينجح اليوم ينجح المرة الثانية، لأن هي أهم رسالة تكون يعني 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 كانت من كل قبيلة، لكن قبيلتكم الكريمة كانت مهمة جدا بأن هي موجودة وأن احنا سنشارك في الانتخابات والانتخابات القادمة واللي بعدها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. والأوضاع السياسية أبو محمد تكلمت شوي عنها، لكن مجلس 2013 هل متابع له؟ قاعد تشوف ما أنجز؟ قاعد تشوف ما حدث؟ اللي همنا في مجلس 2013 ان البلد امن. نعم اللي همنا في مجلس 2013 ان البلد امن الحمد لله، ومهما كانت النتيجه الانسان ايا كان يفعل او ما يفعل مع اخر ما قعد منسي ايا كانت النتيجه. واعتقد اذا كان 2013 يعني من تقول سمن وعسل، نعم 2000 وقبلها اللي كان اللي حل اللي قبل معارض وكذا، نعم كان سمن وعسل ترى. نعم ولكن مثل ما يقول رعى المثل، الحق احسن من الباطل. فرق بين انسان يعمل ومجهد وعلى اللي هو عليه، فرق بين انسان يدفها الزعزعه ايا كانت النتيجه. لكن 2013 هو المجلس الموجود الان نعم. حاليا نعم. هو مجلس هادي بالمية ألف، وإن شاء الله يعني المجالس القادمة يعني يعني متفائل أكثر فيها، نزول العوازم راح يكون فيه أكثر. غريب والعزيز يجيب إن الآن يعني الانتخابات نعم. عليها سنة وسبعة أشهر جاية، واللي أنا شايفه في تويتر يعني نازل أكثر من نص العالم كله نازلة نعم. معنا ترشيح وهذا اللي يصير، هذا شيء طيب طبعا، ولا ديمقراطية مفتوحة للجميع مثل ما يقول رعان مثل وكذا. لكن يا ولدي في شيء قوله، في شيء غريب وعجيب وشيء يضحك. نعم انا لما انظر الناس قدموا استقالاتهم للمجلس قبل مثلا على المجلس اللي هو موجود حاليا، نعم قبل 16 17 استقالوا، نعم والان يعلنون بترشيح.
الآن يعلنون ترشيحها مرة أخرى مثل ما قلت. وترى وايد يعني ناس استغربت فعلا مثل كلامك. أنا بعرف ليش يعني تقدمت اشتغالتك قبل خمسة أشهر ولا تعلن ترشيحك مرة أخرى. شنو اللي حصل؟ الصوت واحد وأنت عرضت أشياء، يعني توقع شنو؟ أسمى ما تمطر ذهب فضة، هم اللي مجلس اللي بيطلع نفس اللي بيطلع نفس هذا، ما في شيء غير شيء. أنت شنو رأيك فيه؟ أنا بتعجب هم. أنا يعني هل هي مصلحة شخصية؟ أنا أعتقد أنهم يعني أشارها مع مسحة لمصلحة ناس معينة طبعا. يعني مجلس الأمة قاعد يمثل الشعب، بالأخير الشعب هذا كله حق منه؟ كله حق دولة الكويت، دولتنا الحبيبة. يعني هو كله إنجاز، هو عضو مجلس أمة. نعم. يمثل الأمة. نعم. يمثل الشعب. ولكن أنت تعرف أن الانتخابات طبعا كل إلى ناس معينين. نعم. حدي القبائل عندنا مثل ما تقول عرف. نعم. وعندنا مثل ما تقول مواقف. بالتأكيد. الأحسن هو الماشي. الأحسن هو الماشي. ولكن يا ولدي عندما يكون الإنسان مثلا واضح ما قبل واضح اللي قدامك، يعني أنا مثلا يعني موقف زين، موقف طيب، أنا عارف سعيد. نعم. موقفه طال عمرك. نعم. واضح. طيب. إنه موقف فلاح بنجامي. نعم. موقف فلاح بنجامي مو موقفي أنا. نعم. موقف فلاح بنجامي موقف سعيد. زين أنا طال عمرك ما أنا مجبور إني أعطي رجلا يشتغل رجال ثاني. يشتغل رجال ثاني. نعم. أنا عازمي أبي طال عمرك حاجتي، أبي بيدافع عن قبيلتي، أبي. والغريب والعجيب يا ولدي إن أعضاء مجلس الأمة، حتى أنا حاكي عن العوازم هذا الكلام. نعم. ترى ما حاكي عن الموضوع. لا الكلام عن العوازم. نعم. الغريب والعجيب إنهم ولا يوم اجتمعوا. ولا يوم اجتمعوا، يوم واحد اجتمعوا بينهم أخذ أمراض، وهذا خطأ، هذا خطأ. المفروض يجتمعون على الأقل يعرفون الناس مواقفهم. أنا متأكد أنهم بعد سنة ولا سبع شهور كلهم راح يعودون مناصبهم وراح يعودون قواعدهم مرة أخرى. بس أبو محمد أنت شايف بأن مجلس الأمة يعني هناك أحزاب وفي تكتلات وفي تجمعات موجودة. أي صح. فكل شخص صح. يشوف التجمع اللي ناس بالتكتل اللي ناس صح. سواء كان عازمي مطيري رشيدي صح صح صح. فشنو الخلاف؟ أنا عارف يعني. هذه في الأمور الخاصة. نعم. تخص طال عمرك شنو القوانين اللي مثلا مطروحة للتصويت. نعم. تهم الشعب الكويتي بالتأكيد. نعم. هذا شيء معروف. نعم. إنسان ما صلى وصلي ليعبد الله. أنا رجال. نعم. أعرف أن هذا طال عمرك هذا المشروع في صالح الشعب الكويتي. نعم. أنا أقف معه. أقف معه. أقف معه. نعم. وهذا الشعب طال عمرك يخص الشعب الكويتي أقف معه. وهذا الشعب لكن غض النظر أنت عضو مجلس أمة ويبقى منك أشياء خلنا ممكن تكون موقفي في الأمور الخاصة اللي موقف مع الرياجين أيا كان أقف معه. ما هو مصلحة إني أقف مع فلان من الناس ولا علان. شوف المصلحة اللي في مصلحة مصلحة الدولة مصلحة كلية. لكن قبيلتي هم لها على حق، منطقتي لها على حق، لها على حق. افرض نزل مثلا مشروع في صالح الشعب هذا مثلا او في كذا، لكن فيه مثلا شيء معين يخص الحزب الفلاني او كذا، وما يخصني انا مثلا، ما يخص القبيله هذه بشيء. يعني هو بيضر القبيله؟ اي ممكن يطلع. اي ممكن. يعني ابو محمد هل تلقى انه ممكن في مشروع ولا شيء ممكن يضر قبيله معينه وتستنفع منه قبيله معينه؟ اي مثلا ممكن يطرح مشروع للدولة. نعم. يطرح ما تطرح الدولة مشروع ضد الشعب الكويتي ممكن أقف ضد أنا يعني كعضو مجلس مشروع معين ضرائب أو ما تشبه ذلك أو نعم. منع كذا أو منع كذا. بس هذا قاعد يشمل الكل. هذا أنت أمام مسؤوليتك أمام الله. نعم. وأمام الشعب. نعم. وفي مشروع طال عمرك مثلا يخص مثلا فئة معينة. نعم. فئة معينة طال عمرك مثلا ومواليه البلد معين، ومواليه طال عمرك الحزب معين، ومواليه طال عمرك الشيء معين، ومواليه الرجل معين في الحكومة أو رجل مثلا مختص معين. لازم أن ينظر الرجال إلى الأمور اللي عليه. أنت مثلا عازمي مثلا ولو طرح مثل مشروع يخص منه إفلام من الناس يعني مثلا نبي نعينه مثلا مسؤول أو مثل رئيس حكومة أو مثل رئيس اللي بنعينه كذا، لكن أنت رجل ما يخصك هذا بشيء، هذا ما يخصك، يضيعك. كلامك سليم. ها؟ كلامك سليم عمي. ما في داعي لي مثلا. كلامك يعني لو قال مثلا يعني الا يصوت هالرجل انا اصوت وراه، اذا لم يصوت هذا الرجل ما اصوت وراه.
عمي كلامك كله سليم ما شاء الله وفي حكمة كبيرة، لكن أنا ودي شوي الحين أتفرع لأن ما بقى شيء على وقت البرنامج. ودي شوي أسولف عنك أكثر، عن شخصيتك أكثر، يمكن يهمني بعد أبنائك يعني الله يحفظهم، عيالك كذي، أنك كأنك موخرهم عن مجال السياسة والترشيح مجلس الأمة. عيالي يا ولدي بشر، نعم، وعندي وياك خير، عندي 10 عيال وأغلبيتهم خريجي جامعة، الله يحفظهم كلهم يا رب. ولكن الأيام تفعل ما تشاء، هي منتظر الأمور. نعم. وحنا يعني مثلا ما في شك أن الوالد صقر عياله، لكن نتركهم للتاريخ. التاريخ سيظهر طال عمرك منتظر الله سبحانه. ولن تعارض إذا أحد مثلا نزل انتخابات مجلس الأمة بالمجال هذا يعني أبدا؟ ما في معارضة على أحد أبداً. ما في معارضة على أحد ينزل وما ينزل. هذا هو حر نفسه. عندما يصل إنسان لسن معين هو حر. حر يا ولدي، لا يمكن أقول له لا تنزل وانزل وهذا ما هذا، والناس طال عمرك وما بخص. لكن سمعته في القبيلة أو فعله، أو مثل ما تقول كرجل يعني مثلا قائد القبيلة أو كرجل سياسي، هذا طبعا الأيام حصلت تكشف الأمور فيما بعد. احنا يعني نقول يلا اللهم اجعلهم ذرية صالحة. آمين يا رب. آمين إن شاء الله أكيد يكونون صالحين بإذن الله. ودائما طبعا يعني حضرتك كي تقعد وياهم وتقول لهم يعني الأبو يقعد ويا عيال يقول لهم نصائح، يقول لهم أمور كثيرة تفيدهم في حياتهم العملية والعلمية كذلك. هم أغلبيتهم يقول أغلبيتهم الحقهم علي. حقهم علي ولا كانوا جهال، والحين أنا عمري بس 70 وهم عمارهم الحين بال50 بال40 طبعا جاني سودي وشافهم الأبو وشاف الأبو. لكن طلع عمرك الخيرة فيما اختارها الله والتوفيق لرب العالمين، والإنسان مهما كان مهما يفعل هو قاصر. مهما فعلت الدنيا أطول منك يعني، لا تفكر كاتب الناس ولا لا بدون أعمل الخير يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية عم أبو محمد. إذا عندك كلمة خيرة ودك تقولها لنا. والله يعني مهما يقول الإنسان أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يدوم علينا الأمن والأمان. آمين يا رب. وإن يجعل الله حكومتنا حكومة صالحة. آمين. وإن يلهمها البطانة الصالحة. آمين. وإن يجمع ما بينهم بدلا ما يفرقهم. وإن يمن بلدنا من شياطين خلق الله سواء آمين يا رب. من الشرق أو من الغرب أو يمنع من الفتن الظاهرة وباطنة. الله يحفظنا إن شاء الله الجميع. وهناك رأي واحد وهو القبيلة العوازم. نعم. أقوله ولا زلت أقوله، إن أي رجل ما يعتمد على العازمية وعلى مواقفه طال عمرك للقبيلة وينفع القبيلة بشيء سوى وصل وزير أو نائب أو ما يشبه ذلك، يجب أن يكون موقفته أول دفاع عن الكويت بالتأكيد، ثاني شيء طال عمرك عن الدين، نعم، ثالث شيء يجب أن يكون له نظرة إلى قبيلته مثل الأمم الأخرى الانتماء. نعم. فلا يمكن، أنا في اعتقادي فلا يمكن نحد منهم بإجاب. نعم. وأنا أقول لك من هذا الكلام، ممكن أنت بتعرضه في تلفزيون بيطلع الكلام كل شيء كل شيء اللي نعرض. ما قلت إلا الصح والخير. أنا طال عمرك. نعم. هذا أنا متأكد تماماً. نعم. أنه ما راح أحد يطلع منهم. نعم. إلا عن طريق طال عمرك بن العوازم. نعم. أي كانت النتيجة، وهذا شيء واضح، هم يعرفون أكثر مني تأكيد. ومن كان لم يكون طال عمرك مثلاً إلى وجود فعليه الابتعاد، فمن كان هدفه في هذا الحين أنا أحذرهم الحين وأقول لهم هم أعضاء موجودين فيهم سامعيني فيهم ناس برشحون. نعم. إن من كان هدفه إنه هدفه استنفع مكسب صداقة. نعم. يعني هذا صداقة الحالة أو كسب في الجيب. نعم. أو مثل الحاجات المعينة شخصي. وينسى العوازم عظهرة. نعم. ما كان به شيء، وعندما يجي بكرة الانتخابات يجي يبحث عن هذه الأمور. نعم. يجب أن يقابل بكلام نفس الكلام أنك لم تفعل شيء. نعم. بالتأكيد. وأنا أتمنى لكن التمني ما يفيد، وأنا متأكد أن يعني حنا مثل ما قلت لك أول كلام إن العوازم لم يأخذهم مثلا مثل ما أخذ غيرهم في المناصب. كلامك أبو محمد كله واصل ومسموع إن شاء الله. لكن حنا مثل ما قرر موقفنا موقف الأباء والأجداد أكيد. موقف لم يطرح يوم منا واحد يوزع منشورات ضد الحكم. نعم أكيد. ولم يطرح منا واحد يوم طرح بسرقة كبيرة، ولم يطرح يوم منا واحد
من توين هذا من حازم الى فئه اخرى، ولم يطرح منا واحد يوم ان حرامي هذا في منصب وحرامي، ولم يطرح منا يوم اكيد كل هذه الاشياء ما الشمس جوه. الشمس عم ابو محمد واضحه ولا يخفيها شيء، لكن الله يسلمك يبقى شيء واحد نعم اللي هي النفس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خلى احد امرتين في وقت قال شاف ان عدل بينهم ما بين نعم. الله سبحانه وتعالى نعم. قال اللهم اني عدلت فيما املك نعم. ولا اقدر اعدل بما لا املك الله. المهم الحفاظ على الكويت ويسوي شيء وعلى طال عمرك حمايه الكويت وعلى السمعه على الكويت، ويكون هدفهم الوحيد حزبهم الوحيد هو الكويت ووطنهم الكويت، يجب ان يدافعوا عن هذا الوطن شيء. وان تكون طال عمرك ونحن طال عمرك نتمنى ليسر الحاكمه التوفيق امين. وعلاقتنا معهم طبعا هي علاقه الاباء والاجداد من تاريخ من التاريخ كان الحاتي يا ابوها كذا الكلام نقول هذا الكلام احنا نعرف انواع الكلام ونعرف عنه لكن هذا كلام نقوله مو صحيح لا مجال له نعم. وانت عم ابو محمد اليوم انت نورنا وسراينا ويعني انا تشرفت والقناه تشرفت باستضافتك اليوم معانا، وكان ودنا نقعد وياك اكثر ونسمع سوالف اكثر لكن دائما السياسه تاخذنا وهجرنا وياك. يا اخو السياسه لابد منها يا ابو هذا وقت السياسه, نعم. وقت السياسة. وكلنا طبعا لمصلحه ابوك عسى الله يوفق الجميع امين يا رب. يعطيك العافيه ابو محمد شرفنا فيك يا رب، ان شاء الله كنا خفاف عليك، ان شاء الله تكونون استمتعتوا معنا في حلقه اليوم جدا متميزه باذن الله. الاسبوع القادم في نفس الموعد، مع السلامه.